نتكلم أكتر عن الجوانب الاقتصادية في اجتماع الكوميسا النهاردة. معانا على الهاتف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور، أهلا بك في 90 دقيقة. مساء الخير يا فندم، يشرفني أكون مع حضرتك. أهلا وسهلا. أشكرك يا فندم. دكتور مصطفى، يعني هو أحيانا قد يكون في سؤال بسيط لكنه في الوقت نفسه بيكون الإجابة عليه مهمة. إيه اللي بيعود على مصر اقتصاديا من تجمع الكوميسا عشان المشاهد لازم يعرف؟ اتفضل يا فندم. بمنتهى البساطة يا فندم، مصر بتسعى إن تعمل تنمية لسوق تقريبا فيه 600 مليون شخص. بمعنى إن البنية التحتية اللي إحنا بنعملها بمنتهى البساطة خالص، مثال الكهرباء، الطاقة. مصر لما النهاردة عندها مزيد من مشروعات الطاقة وبقى عندها فائض، ممكن ترتبط بدول أخرى تحقق ليها التنمية للدول دي ويعود بمردود مادي للدولة المصرية. ده بمنتهى البساطة. ده جانب آخر. بمعنى إيه؟ إن إحنا النهاردة لما نعمل مصانع والدول الأخرى يكون عندها مصانع بمكونات أخرى، فممكن يحصل عملية تكامل، ننتج منتج يزيد من زي ما بيسميه كده تحسين الصناعة بدون جمارك. يعني مصنع حضرتك اللي عندك في دولة في أفريقيا وأنا مصنعي في مصر، ممكن النهاردة الدولتين يخفضوا الجمارك، فالأسعار بالنسبة للمواطنين النهاردة تكون بالنسبة لنا قليلة. طبعا ده كمان في شق مهم، وده اللي هيعود على المواطن البسيط بكل التأكيد. والمحاصيل الزراعية يعني بمنتهى البساطة النهاردة لما نرفع الجمارك عن 21 دولة، هم الكوميسا دول يا فندم مجموعة حوالي 21 دولة. ال 21 دولة دول يا فندم فيهم 600 مليون مواطن بالظبط، بيتبادلوا حجم الصناعة. كان الأول يا فندم التوجه قبل ما يتولى السيد الرئيس قبل 2014 وقبل كان ما يكون في رئاسة للاتحاد الإفريقي، السيد الرئيس هو اللي كان بيشرف عليها، كان كل العالم الغربي والدول المتقدمة بتنتهز الفرصة لدخول اقتناس، بس ايه؟ اخذ الثروات، بياخذوا ثروات الدول الموارد الافريقيه بالظبط كده. السيد الرئيس لما جه قال لك لا، في حاجه اسمها بقى توطين الصناعه، زي ما هعمل في مصر زي ما هخطط لافريقيا. حلو. لل 55 دوله. طب يعني ايه يا فندم؟ قال لك انا هطلع اكلم الدول في العالم، لو سمحتوا انقلوا عندنا حاجتين مش موجودين في افريقيا. ايه هم؟ التكنولوجيا، يعني عندنا القاره الافريقيه ما عندهاش تطور تكنولوجي، والحاجة الثانية يا فندم بمنتهى البساطة ما عندناش تمويل، ما عندناش فلوس كبير. فتخلي الدول المتقدمة، عشان كده مصر كان صوتها دايما في كل المحافل الدولية لصوت افريقيا بكل تأكيد. أذكر حضرتك بالعديد من الأمثلة، السيد الرئيس في عدد العديد من القمات يا فندم، كان في قمة افريقيا الصين، افريقيا اليابان، افريقيا امريكا، افريقيا فرنسا، كان دايما بيدعو السيد الرئيس يا فندم بيتحدث نيابه عن القاره الافريقيه لتبادل المنفعه العامه. يعني ايه يا فندم؟ يعني بيقول للدوله المستضيفه دي سواء امريكا او فرنسا او المانيا، انقلوا تكنولوجيا عندنا علشان عندنا هدف وغرض في غايه الاهميه لن يرهقكم كدول متقدمه، الا وهي الهجره غير الشرعيه. القارة الإفريقية يا فندم غنية بشبابها، عندها تقريبا 60% منهم شباب قادرين على النهاردة إنتاجية بيد عاملة رخيصة، وأيضا كالدولة المقدمة للمشروع تكسب. فبقى في تغير في السياسة الفكرية يا فندم. تخيل حضرتك لما الرئيس بتاعنا بيتحدث عن إفريقيا ويقول لهم تعالوا للعالم بره، تعالوا وطنوا عندنا الصناعة. مصر يا فندم قدمت لي البنك الدولي وقدمت لي صندوق النقد الدولي مشروعات لربط الدول حوض النيل. تخيل حضرتك، وده كان واضح من خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في 2019. مظبوط، وكنا بنتكلم مصر بتتكلم كريادة للاتحاد الافريقي وايضا كريادة للتنمية اللي تعم الجميع. هل لك ان تتخيل حضرتك وانا بكلم حضرتك النهاردة بقى ده نهج الكثير من الدول، وبتندم ان هي ما اخدتش نفس النهج ده، والنهاردة الدول دي في حوض النيل للاسف بتتقسم. ايوه، هو ده الفرق ما بيننا، وان احنا بنسعى ان يكون عندنا حياه لكل الناس وتعيش ونتبادل المنفعه، وبين قائد بيقتل شعبه وتتقسم الدول.
مصر يا فندم بتحاول تحفظ القارة الإفريقية، مصر بتحاول تدي مشروعات واستثمارات. علشان كده الكوميستا النهارده وسبقني سعادة السفير محمد حجازي قال لك ان كلام فخامة الرئيس حط عدد من الاطر دي لسياسه اقتصاديه ل5 سنين. ان احنا مش بنتكلم بقى، لا احنا كمان بنقول لكم عندنا من الربط الكهربائي، عندنا من الربط المائي، عندنا النهارده استراتيجيات قابله للتنفيذ. بالظبط. وفخامة الرئيس كمان عندنا مصر لما انتجت اللقاح بتاعت كورونا السيد الرئيس ادى تعليمات واضحه ان تكون هو سؤالي اللي جاي عن كورونا يا دكتور مصطفى، كنت يعني عايزه اسال حضرتك عشان توضح لنا برضو جائحه كورونا. يا دكتور اتكلم عنها سياده الرئيس كاحد اكبر التحديات، فالازمه دي ازاي اثرت على اقتصاد قاره افريقيا؟ ممكن حضرتك تشرح لنا؟ بص يا فندم، احنا ليس في معزن عن العالم، بس للاسف القاره طبعا الافريقيه علشانها ضعيفه ماديا، او خلينا نقول بمنتهى التوصيف العالمي، الانظمه الصحيه عندها مشاكل فيها معدومه، لان احنا دول كثيره منها للاسف ليس عندها القدره الماليه لاستيراد العديد من اللي هو الكميات اللقاحات. اي علشان كده لما السيد الرئيس قال لك ان صحه المواطن في مصر امن قومي، ذكر معاه وربط معاه ان احنا يعني نزيد من حياديتنا ان احنا نوصل لعلاج جائحه كورونا للقاره الافريقيه. وايضا تاثيرها ده للاسف يعني زي ما حضرتك اكيد تعلمي جيدا ان معالم العالم دلوقتي السلاسل التبادليه والتجاريه توقفت، ما فيش امدادات. ليه؟ لان الثروات كلها النهارده ما كانتش بتنتقل، فللاسف اثرت على الاوضاع الاقتصاديه لكل القاره الافريقيه. فالنهارده اللي احنا بنتكلم عنه جائحه كورونا يا فندم تحدي صعب امام كل العالم. فانجزنا ان احنا النهارده بنحاول فاثرت على كل اقتصاديات افريقيا. بالظبط. فاحنا عشان كده بنقول ان سلاسل التوريد حتى بتاعتنا اللي كانت بتروح للاسف تاثرت عشان كل وسائل النقل تاثرت. فاحنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بنقول لما انشانا مصانع هنا في مصر علشان نعمل حاجه اسمها امن قومي صحي للمواطن، هناخد معانا كمان القاره الافريقيه. بس ده هياخد معانا وقت. فالتعاون اللي السيد الرئيس النهارده بيتكلم معانا معاه في المؤتمر، بيتكلم مع القاده بيقول لهم تعاونوا معنا، لان ده هيعود بالمنفعه على حياه المواطنين. هنحرص على ان احنا يكون عندكم تنميه مثل ما عندنا. هو ده. طب انا بس عايزه يعني يا دكتور يعني اتكلم في كورونا، يعني مصر قدرت انها تواجه الازمه من الناحيه الاقتصاديه، طب ازاي ان احنا نعمل التجربه دي او نطبقها في الدول الافريقيه؟ للاسف لازم يكون في تعاون من الجانب الافريقي. في عندنا شق في القاره الافريقيه يا فندم، ده دايما تحدي صعب امام كل الحكومات، النزاعات القبليه. في نزاعات كثيره داخل القاره الافريقيه للاسف بتؤثر تاثير كبير جدا على التنميه الاقتصاديه. ده بيوري لينا ازاي تكويننا الاقتصادي ده لازم يكون موضع يعني رعايه من القاده. علشان كده النهارده اللي احنا بنشوفه يا فندم ان الجائحه كورونا اثرت على الوضع الاقتصادي واثرت على الوضع الصحي لدى المواطن. حضرتك تفضلتي بسؤال لسياده السفير، اشمعنى النهارده العاصمه الاداريه؟ بالظبط. اسمحي لي اقول لحضرتك، ده نتاج العمل. خلى القاره الافريقيه تشوف مجهود التنميه اللي احنا بنعمله. صح. دي الحلقه البارزه امام العالم. شوفوا انتوا كنتوا بتتكلموا علينا من 2013 او اخرجتونا من الاتحاد الافريقي نتيجه الارهاب اللي منيت به مصر والمؤامره. شوفوا النهارده في 2021 نحن في عاصمه جديده وجمهوريه جديده. نتيجه العمل، نتيجه التكاتف الشعبي، نتيجه المجهود اللي احنا بنتكلم بيه النهارده ازاي نجتاز الصعوبات. هو دي اعتقد في رؤيتي الشخصيه الاقتصاديه، ده مجهود الدوله بتوريه للعالم، شوفوا احنا فين. تخيل حضرتك العالم كله بينقل النهارده الكوميستا دي من العاصمه الاداريه. نتاج ايه؟ شكله ايه؟ هو ده النتاج اللي احنا بنتكلم عنه. نتاج العمل يا فندم بيعود على المواطن بالخير. في دول كتيره يا فندم النهارده للاسف عندها من الخيرات والثروات، ولكن للاسف فقر للمواطن في حدود الدنيا. بس اكيد رئاسه مصر الكوميسا هتغير ده يا دكتور. ده بالتاكيد. واسمحي لي اكد لحضرتك ان احنا النهارده فخامه الرئيس كان مقدم مشروع للـ5 سنوات القادمه، ازاي ان احنا نرتبط ببعض،
ازاي نحسن قدراتنا الاقتصاديه وقدراتنا السياسيه. السيد الرئيس النهارده ذكر السودان الشقيقه، بنتمنى لها التعافي الاقتصادي والازدهار زي ليبيا، تجتاز مرحله الانتخابات، زي ان احنا نتكلم على اشقائنا في افريقيا كلها. تخيل حضرتك لو كان تم الربط النهري ما بين دول حوض النيل، كانت حجم التجاره تبقى ايه؟ اضعاف اللي احنا بنتكلم فيه. ولكن التعنت الافريقي في بعض من الدول هو ده اللي بيأثر على حياه المواطنين. علشان كده الخطاب اللي بيتكلم بيه الرئيس النهارده مع اشقائنا في مجموعه الكوميسا 21 دوله رقم مش قليل. لو ارتبطنا افريقيا بس بالمواني حتى للتجاره وزادت حجم التجاره، ده من قدراتكم تقريبا البنية. نص دول افريقيا يعني 55 دوله يعني بالضبط 21 دوله، قولي نص قاره افريقيا بالضبط. يعني احنا النهارده في احتياج لايه يا جماعه؟ احنا في احتياج لمجهود كبير من القاده في القاره الافريقيه للتعاون معانا. نحن البوابه الشرقيه لكم، مظبوط، مصر منفتحه على العالم سواء الاوروبي. بس اظن ان ده اتحقق يا دكتور، يعني هم عندهم تجربه يعني في، وعندهم ثقه في كلمه السيد الرئيس، وعندهم التجربه المصريه شايفينها، فاظن ده هيخليهم ان هم يتعاونوا. يعني شوف يا فندم، احنا الحمد لله قدمنا نموذج فعلا بكيفية إعادة الثقة السياسية والاقتصادية صحيح. في العديد من القارات. صح 100% صح، على رأسها سد تنزانيا، وليس لنا غرض. وبعدين يا دكتور مصطفى، الثقة دي هي أساس كل شيء. طبعا النهاردة حضرتك ألف به استثمار أو ألف به اقتصاد هو الثقة، الثقة المتبادلة ما بين الاثنين دولتين أو الاثنين العملاء أو الاثنين الشركات، هو ده اللي بينمي حركة التبادل وحركة الاستثمار. الثقة يا فندم النهاردة اللي بنيت عليها القيادة السياسية المصرية علاقاتها الدولية، هو ده اللي مردوده النهاردة علينا، إن الحمد لله رب العالمين نحن في بلد آمنة، مجتمعين عندنا 21 دولة من الكوميسا في مكان يتحدث عنه العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، بنوريهم إن احنا طب على دلالة ده اقتصاديا إيه يا دكتور مصطفى من وجهة نظرك؟ قدرة المواطن المصري يا فندم. آه. قدرة القيادة السياسية. المجهود، العمل. عارفه حضرتك، اسمحي لي بس حاجه بسيطه، معلش اخدك من حاجه بعيده. نحن دوله بناءه. لا عارفه دوله بناءه يعني ايه؟ احنا اللي بنينا الاهرامات. اكيد القاده شافوا يا فندم ده بعينيهم النهارده. بالظبط يا فندم، كان عندنا الاسبوع من سنين قليله وما كانش في حاجه من دي. بالظبط. ما كانش في عاصمه اداريه. لكن احنا بنوريهم، نحن بنترجم كلامنا لاعمال. الاسبوع اللي احنا فيه ده يا فندم، الاسبوع اللي فات يعني، كان في الامير انجلترا، يعني ده الامير تشارلز. بالضبط، نحن دوله بناءه، ليس أي. لنا في المؤامرات، نحن دوله بنجمع الوطن العربي أي. نحن دوله بنبني قواعد واسس للاقتصاد في الوطن العربي. زي ما بنتكلم على افريقيا النهارده، ما بننساش اشقائنا من العراق لسوريا للاردن حتى اليمن. المجهود بس والفكر ولا نتدخل في شؤون احد خالص، نحتاج ونتعامل بشرف. بالضبط، بنحتاج ليهم المصلحه، المنفعه. تخيلي حضرتك قد ايه الخسائر اللي منعت بيها الدول العربيه والدول الافريقيه من جراء المؤامرات. تخيلي حضرتك النهارده لو ترجمنا يعني الابتزاز اللي كان بيحصل لنا ده باموال كانت ضخت في الاستثمارات. ده كله هيعود على المواطن. الوعي يا فندم بالمواطن المصري النهارده صحيح بيزداد، ولكن بيحتاج للتشغيل اكتر، للفكر اكتر، للوعي الاستثماري اكتر. وده اللي بيراهن عليه سياده الرئيس في كل المناسبات. طبعا ودوركم كاعلاميين بارزين ان انتوا تزيدوا كمان من حركه الوعي المصري. صح. خلينا نقول للناس ان العمل ده حياه كريمه، ان المشقه اللي انت قاعد بتشوفها دي اللي ربنا هيكرمك بيها. العمل دون الاتكال على الاخر. مفيش يا فندم حد النهارده بيقعد ويهيئ له رزق. ان احنا بنسعى ليه النهارده علشان نشغل الدول الافريقيه، دوله افريقيه يا فندم فيها بطاله تقريبا اكثر من 20 و30% في بعض من الدول. وعندها خير كتير وموارد كبيره. بالظبط. مع الملاحظه يعني. شوف يا فندم، حضرتك بتقولي الكلام ده هو فعلا ترجمته على ارض الواقع، هم عايزين من الخارج يستغلوا القاره الافريقيه دون منفعتها. احنا عايزين ندفع الدوله الافريقيه بنفعها من ثرواتها ودون استغلال ولا تدخل في شؤونها. دوله مصر النهارده يا فندم بتبني رؤيه اقتصاديه سياسيه بتوعيه لكل اللي شفناه النهارده، ده كان ترجمته على ارض الواقع
نحن في دولة جديدة تبنى على الثقة. رؤية واضحة داخليا وخارجيا يا دكتور مصطفى، وبنتمنى الخير كله لكل الدول الإفريقية. وبشكرك جدا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.